فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شخص أسكن مع مجموعة من الشباب، ويحصل منهم أحيانا تقصير في إدراك تكبيرة الإحرام، وربما ذهبت عليهم الجماعة الأولى فيصلون جماعة ثانية، وأنا أناصحهم دائما. سؤاله: هل أستمر معهم بالنصيحة أو أخرج وأسكن في مكان آخر؟ إذا وجدت مكانا أفضل ورفقة أحسن فتذهب إليه وتسكن في مكان أفضل من هذا المكان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.